السادة الحضور الكرام، المشاهدون الأعزاء، طابت أوقاتكم بكل الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاختفاء القسري هو أي عمل يحرم الإنسان من حريته، تقوم به جهة تابعة لسلطة ما أو أشخاص يتصرفون بدعمها أو إذنها، ولا تعترف تلك الجهة بحرمان الشخص المغيب من حريته، بل تنكر معرفة مصيره ومكان وجوده. وتنص الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري في مادتها الأولى على أنه لا يجوز تعريض أي شخص للاختفاء القسري، وفي المادة الثانية على أنه لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأية حالة استثناء أخرى لتبرير الاختفاء القسري. وتؤكد المادة السابعة من نفس الاتفاقية على تجريم كل من يرتكب جريمة الاختفاء القسري أو يأمر أو يوصي بارتكابها أو يحاول ارتكابها أو يكون متواطئاً أو يشترك في ارتكابها. ويعد الاختفاء القسري جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم. وفي العراق، البلد الأعلى احتواءً على حالات الاختفاء القسري في العالم، تم تسجيل 11,000 شكوى بالإخفاء القسري خلال النصف الأول من العام الحالي، في مؤشر على استمرار تفاقم هذه الظاهرة في البلاد. وعلى الرغم من أن العراق كان قد صادق على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، إلا أنه لم يصدر حتى اليوم قانون يجرم هذا الفعل، فلا تجريم لهذا العمل المروع ولا إنهاء للإفلات من العقاب لمرتكبي الاختفاء القسري الذي يشتمل على العديد من الجرائم ذات الشر المستطير الذي يتعدى الضحايا ليطال ذويهم وأقرباءهم والمجتمع ككل. وعلى الرغم من التوصيات الدولية الكثيرة بضرورة الإسراع بتشريع القانون ولجان التقصي المتعددة التي شكلتها الحكومات المتعاقبة بمشاركة مجلس القضاء على مدى السنوات الماضية في العراق، إلا أنه ما تزال مئات الآلاف من الأمهات لا يعرفن مصير أبنائهن المغيبين على أيدي القوات الحكومية وعناصر ميليشيا الحشد المتحالفة معها، في مؤشر خطير على عدم جدية الحكومات المتعاقبة في تطبيق بنود الاتفاقية لتورطها المباشر وغير المباشر بتفاقم ظاهرة الاختفاء القسري في العراق. ونؤكد في هذا المقام على عدم حصول ضحايا التغييب القسري في العراق الذين احتسبتهم الحكومة الشهداء على أي تعويضات أو شمولهم بالقوانين الخاصة بالتعويضات. ويسرنا في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري أن نستضيف المحامي رشيد مصلي، مدير منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، ليحدثنا عن دور المنظمات الدولية في متابعة وتوثيق قضايا الاختفاء القسري في العراق. والمحامي والباحث القانوني والناشط في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان والحاصل على درجة الماجستير في الحقوق الأستاذ أحمد أصلان، ليحدثنا عن آليات تطبيق اتفاقية حماية الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري. ويسرنا أن نبدأ مع الأستاذ أحمد أصلان، فليتفضل مشكورا. بسم الله، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم تسليم، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى كل من اهتدى بهديه وسار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وأعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. أما بعد، السادة أصحاب الشرف، الحضور الأكارم، كل الشكر والتقدير والعرفان إلى الإخوة
هيئة علماء المسلمين في العراق ممثلة بقسم حقوق الإنسان المنظم لهذه الفعالية والتي تعتبر وقفة حق للدفاع عن الحق وأهل الحق، وقفة نصرة لكل المظلومين والمضطهدين والمقهورين والمغيبين الذين باتوا بلا اسم ولا رقم ولا عنوان ولا هوية ولا قضية ولا تهمة جنائية. كل الشكر والتقدير إلى السادة الحضور الأكارم، كل باسمه ولقبه وصفته، على حضورهم الكريم واهتمامهم الكبير لحضور هذه الفعالية الطيبة نصرة للحق والعدالة في سبيل إعلاء صوت المطالبين بكشف الحقيقة والمطالبين بالحرية لكل من أخفت أيادي الظلم والقهر والعدوان، لإعلان تضامنكم مع إخوانكم المظلومين، معبرين عن مشاعر الألم والوجع والأسى الذي بداخلكم لما يعانيه الأشخاص المختفون قصرا أينما كانوا وأينما اختفوا. السادة أصحاب الشرف، إنه من دواعي فخري واعتزازي أن أكون اليوم متحدثا بين أيديكم في اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القصري، حيث نقف اليوم وإلى جانبنا كل المدافعين في العالم عن حقوق الإنسان لإعلان التضامن التام مع جميع ضحايا الاختفاء القصري في كافة أنحاء العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص، حيث باتت قضية الاختفاء القصري ظاهرة جنائية تنتشر في كافة أنحاء العراق الذي يعاني من عدم الاستقرار السياسي والتنافس الغير المشروع للاستيلاء على السلطة والحكم، والتي تنتهج الاختفاء القصري على كافة الضحايا وعائلاتهم من المواطنين المسالمين، والتي تمارس عليهم أبشع الممارسات الوحشية واللا إنسانية خلال ظروف احتقالهم، والتي تنتهك فيها جميع حقوقهم الإنسانية والاجتماعية كالحق بالحياة والحق بالتنقل والمحاكمة العادلة أمام الجهات القضائية الرسمية، ويعانون من ظروف احتجاز لا إنسانية وفي الغالب تكون بلا رحمة في معتقلات سرية يتم فيها شتى صنوف الانتهاكات والفظائع من الاعتداء اللفظي والجسدي والجنسي والتصفية، وقلما ينجو منهم أحد إلا بأعجوبة أو معجزة. نقول أرواح بريئة لأنهم حقا أبرياء، لم يرتكبوا ذنبا ولا جريمة جنحوية ولا جنائية، لم يرتكبوا خيانة وطنية، إنهم أبرياء ضحايا، والشاهد في ذلك أنهم لو كانوا فعلا متهمين لكانت المحاكم النظامية والسجون الرسمية هي مكانهم الطبيعي. الاختفاء القصري أيها السادة ما هو إلا جريمة جنائية مكتملة الأركان واجبة العقاب والجزاء، تمتاز بشدة وبشاعة أساليبها وجسامة نتائجها الجرمية، وفي أغلبها تكون جريمة جماعية تقع على مجموعات ليكتمل بها ركن جريمة الإرهاب، تتخذ صفة وتكييف جرائم ضد الإنسانية، والتي يتدخل عندها الاختصاص القضائي الدولي في ملاحقة المجرمين على جرائمهم التي لا تسقط لا بالتقادم ولا بالعفو. وفي كثير من الأحيان يعني الاختفاء القصري القتل المحتوم، حيث يتم اختطاف الضحية في مثل هذه الحالة واحتجازها بصورة غير قانونية وتعريضها للتعذيب في كثير من الأحيان أثناء التحقيق، وتقتل مع إخفاء الجثة. وعادة ما يكون القتل سريا مع التخلص من الجثة حتى يختفي الشخص القاتل، وبهذه الحالة يمتلك الطرف الذي ارتكب الجريمة القدر الكافي من إمكانية الإنكار المعقول وإخفاء الأدلة في سبيل الإفلات من العقاب. من هم ضحايا الاختفاء القصري؟ إنهم الضحايا أنفسهم المحتجزون المغيبون سرا، ومن خلف كل واحد منهم عائلات وأبناء وبنات وزوجات وآباء وأمهات وأقارب ومصالح وأعمال ومجتمع ووطن بأكمله يجهل مصير أحبتهم المختفين، تتأرجح مشاعرهم بين الأمل واليأس
وتبقى في تساؤل مستمر وانتظار دائم مدة سنوات طويلة لسماع خبر قد لا يأتي أبدا. تخيلوا هذا الحجم الكبير من المعاناة المباشرة وغير المباشرة والتي تتولد أثرها بإحداث موجة من السخط والغضب والشعور بالظلم وحب الانتقام لتستمر دوامة الجريمة ما بين ردود الأفعال والثارات والانتقامات لتستمر عشرات السنوات كاملة في نفوس الضحايا وأهالي الضحايا. إخواني الأعزاء، نأتي الآن إلى الاختفاء القسري في حدود القانون الدولي. وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان يحدث الاختفاء القسري كما قدم الأخ الفاضل عندما يتم اختطاف شخص ما أو سجنه من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية يتبعها رفض الاعتراف بمصير ذلك الشخص ومكان وجوده بقصد وضع الضحية خارج نطاق الحماية القانونية. وفقا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والذي دخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2002 عندما يتم ارتكاب الاختفاء القسري كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين فإن الاختفاء القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم أو العفو ويخضع للاختصاص القضائي للمحكمة الجنائية الدولية. تمنح الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري عائلات الضحايا الحق بالمطالبة بالتعويضات، وتنص الاتفاقية على الحق في عدم التعرض للاختفاء القسري وكذلك حق الأقارب الشخص المختفي في معرفة الحقيقة. تتضمن الاتفاقية عدة أحكام بمنع هذه الجريمة ووجوب التحقيق فيها ومعاقبة مجرميها، كذلك على وجوب التزام التعاون الدولي على الدولة المصادقة على الاتفاقية سواء من خلال قمع هذه الممارسات أو في التعامل مع الجوانب الإنسانية المتعلقة بالجريمة. والآن لابد أن نتطرق إلى واجبات الدولة لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري. على الدولة في سبيل تحقيق التعاون الدولي تقديم أقصى ما يمكن من المساعدة لضحايا الاختفاء القسري والبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن تواجدهم ووضعهم تحت الحماية القانونية وتحريرهم، وفي حالة وفاة الأشخاص المختفين إخراج جثثهم وتحديد هويتهم وإعادة رفاتهم. ولقد قدمت لنا الاتفاقية الدولية للحماية من الاختفاء القسري ما يتجاوز 33 التزاماً، لا يسعني الوقت لذكرها ولكن من الممكن أن نقدم أبرزها والتي نبدأ بأولها. لا يجوز لأي دولة أن تمارس أعمال الاختفاء القسري، يعني عدم الجواز، يعني ممارسات غير مشروعة. يجب أن تعمل الدول على المستوى الوطني والإقليمي وبالتعاون مع الأمم المتحدة في سبيل الإسهام بجميع الوسائل في منع واستئصال ظاهرة الاختفاء القسري. على كل دولة أن تتخذ التدابير والتشريعات الإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع وإنهاء أعمال الاختفاء القسري في أي إقليم خاضع لولايتها. يعني المفروض أن يتم هناك في قانون يجرم هذه الأفعال، وإلا تبقى هذه الأفعال بلا عقاب والمجرمون يعني قادرون على الإفلات من العقاب. لا يجوز التذرع بأي أمر أو تعليمات صادرة من أي سلطة عامة مدنية كانت أو عسكرية أو غيرها لتبرير أي عمل من أعمال الاختفاء القسري. على كل دولة أن تحظر إصدار أوامر أو تعليمات توجه إلى ارتكاب أي عمل بسبب الاختفاء القسري. لا يجوز اتخاذ أي ظروف مهما كانت سواء تتعلق بالتهديد باندلاع حرب أو حالة حرب أو عدم الاستقرار السياسي الداخلي ذريعة لتبرير أعمال الاختفاء القسري. اعتبار الحق في الإنصاف القضائي السريع والفعال بوصفه وسيلة لتحديد مكان وجود هؤلاء الأشخاص. يكون للسلطات الوطنية المختصة المباشرة
والحق في دخول جميع الأماكن التي يحتجز فيها هؤلاء الأشخاص. يجب أن يكون كل شخص محروم من حريته موجود في مكان احتجاز معترف به رسمياً. يجب وضع معلومات دقيقة عن احتجاز الأشخاص. يجب الاحتفاظ بسجلات رسمية. يجب الإفراج عن كل الأشخاص المحتجزين. يجب أن تضع الدولة في إطارها القانوني قواعد تحدد الموظفين المرخصين بإصدار أوامر الحرمان من الحرية. نحن نذكر هذه على عجالة، ولا هي يعني طويلة شوي. تكفل كل دولة ممارسة رقابة صارمة على من يزاولون هذه المسؤوليات من الموظفين. على كل دولة أن تكفل لكل من لديه علم أو مصلحة مشروعة ويدعي تعرض أي شخص لاختفاء قسري الحق في أن يبلغ الوقائع إلى سلطة مختصة ومستقلة في إطار الدولة. على كل دولة أن تكفل للسلطة المختصة الصلاحيات والموارد اللازمة لإجراء التحقيق بفعالية. اتخاذ كافة الإجراءات لجميع المشاركين في التحقيق بما فيهم الشاكي والمحامي والشهود والذين يقومون بالتحقيق. يسمح لجميع الأشخاص المعنيين بناء على طلبهم بالاطلاع على نتائج التحقيق. وضع أحكام خاصة للمعاقبة بالعقوبات المناسبة عن أي معاملة سيئة. يجب على السلطات المختصة في الدولة أن تراعي عند اتخاذها قرار منح اللجوء للشخص أو رفضه مسألة وجود أسباب تدعو إلى الاعتقاد بأن الشخص قد شارك في الأعمال الشديدة الخطورة المشار إليها أي إن كانت الدوافع في ذلك. إيقاف الأشخاص المدعى عليهم. لا يجوز محاكمة الأشخاص المدعى بارتكابهم أي عمل من أعمال الاختفاء القسري إلا بواسطة السلطات القضائية العادية المختصة. يعني حتى المدعى عليهم الاتفاقية تطالب بمحاكمتهم وفق نظام قضائي عادل. لا يجوز السماح بأي امتيازات أو حصانات أو إحفاءات خاصة في مثل هذه المحاكمات. ضمان المحاكمة العادلة. اعتبار كل عمل من أعمال الاختفاء القسري جريمة مستمرة باستمرار مرتكبيها في التكتم على مصير ضحية الاختفاء ومكان اختفائه ما دامت هذه الوقائع قد ظلت بغير توضيح. لا يستفيد الأشخاص الذين ارتكبوا أو ادعي بأنهم ارتكبوا أي عمل من أعمال الاختفاء القسري من أي قانون عفو خاص أو إجراء مماثل. يجب تعويض الأشخاص الذين وقعوا ضحية اختفاء قسري وأسرهم، ويكون لهم الحق في التعويض المناسب وبالوسائل الكفيلة بإعادة تأهيلهم على أكمل وجه. ليس في أحكام هذا الإعلان ما يشكل إخلالاً بالأحكام المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذه أبرز واجبات الدول. إخواني، نعود إلى الحالة العراقية. لقد أجمعت كل التقارير الدولية على أن العراق ما بعد 2003 يعاني من تفشي ظاهرة الاختفاء القسري، حتى أصبحت موجة اجتاحت معظم الأقاليم العراقية نتيجة عوامل عدة وأهمها حالة الحرب المستمرة والنزاعات المسلحة الداخلية السياسية والطائفية وانتشار فوضى السلاح وسيطرة القوات الغير الرسمية المقصود بها الميليشيات على مساحات شاسعة من العراق في ظل مناخ يمتاز بعدم الاستقرار السياسي. لقد أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري توصياتها بشأن العراق، حيث أعربت اللجنة عن أسفها العميق لاستمرار نمط الاختفاء القسري. هون أعطتها يعني صفة نمط الاختفاء القسري في معظم، يعني ليست حالات خاصة أو فردية وإنما صارت حالة عامة في معظم أنحاء العراق، مشيرة إلى أن الإفلات من العقاب وتكرر حالات الاعتداء هي الحالة السائدة. لقد أعربت اللجنة عن قلقها من إزاء التأخير بشأن اعتماد التشريع الآمر، الأمر الذي ساهم في استمرار حالة عدم التجريم واستمرار جريمة الاختفاء القسري بالبلاد. لقد أعربت اللجنة عن قلقها من عدم وجود بيانات موثوقة عن حالات الاختفاء القسري والكمية الكبيرة من الجثث مجهولة الهوية وانتشار المقابر الجماعية. لقد أفادت اللجنة بتلقي بلاغات عن 420 مكان للاحتجاز السري. نحن نقول 420 مكان للاحتجاز السري. تخيلوا هذا الحجم الهائل، 420 مكان، كم فيه من الأشخاص
أكيد مئات الألوف ممن يعانون من الاحتجاز. لقد حثت اللجنة السلطات العراقية على ضرورة إجراء التحقيق وإغلاق أماكن الاحتجاز السرية وتحويلها إلى مراكز احتجاز عادية ومسجلة وخاضعة للإشراف القضائي. لقد أوصت اللجنة بوجوب إدراج جريمة الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية الوطنية. لقد أوصت اللجنة بضمان عدم احتجاز أي شخص في مكان سري، وأوصت اللجنة بإنشاء قاعدة بيانات موحدة على الصعيد الوطني لجميع الحالات، وأوصت اللجنة ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عدم احتجاز أي شخص بصورة سرية. وأما باستعراض تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المنشور بتاريخ 13/4/2022 والحق ما شهدت به الأعداء، والذي أكد على تورط القوات الأمنية بانتهاكات واسعة، حيث أشار التقرير صراحة إلى عمليات العنف والترهيب التي ترتكبها قوات الأمن بحق المدنيين خلال عام 2021. وأورد التقرير تورط الحكومة في حالات الاختفاء القسري للمواطنين وتوجهها نحو عمليات التعذيب المهددة للحياة. أظهر التقرير ضعف الإجراءات الحكومية لتحديد المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان أو التصريح بها أو التحقيق معهم أو مقاضاتهم، وفي الغالب نادرا ما يعاقبون. هذا هو الحال وهذا هو الواقع المثبت بالتقارير الدولية، وما خفي أعظم. وفي الختام توصلنا إلى أن الاختفاء القسري هو جريمة من جرائم الحرب وجريمة ضد الإنسانية تستهدف احتجاز المدنيين بطريقة غير مشروعة في أماكن احتجاز سرية خارج نطاق الرقابة القانونية، وأن المحتجزين يتعرضون إلى التعذيب الممنهج في سبيل إزهاق أرواحهم والتخلص منهم في مقابر جماعية في سبيل الإفلات من العقاب. وفي الختام لابد من بث نوع من الإيجابية في ندوتنا هذه بالإشارة إلى النموذج الأردني، والذي يقوم نظامه القضائي على أهم مبادئ العدالة والإنصاف وضمان حقوق الإنسان وحرياته، والذي يعتبر نموذجاً يحتذى به بفضل جهود القيادة الهاشمية في ترسيخ مبادئ العدالة واستقلال القضاء وسيادة القانون. حفظ الله الأردن وقائد الأردن، سائل المولى عز وجل أن يديم على بلادنا وبلاد الرافدين وبلاد المسلمين أجمعين الأمن والأمان والسلامة والسلام. وإذ قتلتم نفساً فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، وعند الله تجتمع الخصوم في يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ أحمد أصلان، المحامي والباحث القانوني والناشط في قضايا الدفاع عن حقوق الإنسان الحاصل على درجة الماجستير في الحقوق، على ما قدم من معلومات مهمة تضمنت آليات تطبيق اتفاقية حماية الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري وقانون المعاهدات ومكانة الاتفاقيات الدولية على المستوى الوطني وواجبات الدول الأطراف في الاتفاقية حماية الأشخاص من جميع أشكال الاختفاء القسري ومدى التزام حكومات العراق بتطبيق هذه الاتفاقية، مستشهدا بعدد من التقارير الأممية والدولية المتعلقة بهذا الشأن. الآن سينضم إلينا عبر سكايب الأستاذ رشيد مصلي، مدير منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، ليحدثنا عن دور المنظمات الدولية في متابعة وتوثيق قضايا الاختفاء القسري في العراق. مرحبا بك أستاذ رشيد معنا عبر سكايب، تفضل. بارك الله فيكم وشكرا لنا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير رسول الله. السلام عليكم جميعا. في البداية نذكر الأستاذ أحمد أصلان اللي يعني قام بتذكير مهم يعني فيما يتعلق بكل الجانب القانوني الدولي فيما يتعلق بظاهرة الاختفاء القسري.
يعني وبالتالي راح نكتفي طبعا بالجانب المتعلق بدور تجربة الكرامة فيما يتعلق أولا بهذا العمل، هذا النشاط القانوني على المستوى الدولي، وكذلك عموما دور المجتمع المدني والمنظمات الدولية يعني فيما يتعلق بارتفاع التصريح. قبل كل شيء، قبل يعني حبيت نذكر يعني دور الكرامة فيما يتعلق بملف العراق. الكرامة التي أسست في 2004 يعني تشتغل على موضوع انتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ونشاطنا يعني أساسا يتعلق بالانتهاكات الجسيمة والاختفاء القسري مع التعذيب والاعتقالات التعسفية والقتل خارج نطاق القضاء. هي يعني ركزنا نشاطنا على هذا النوع من الانتهاكات. فيما يتعلق بالاختفاء القسري، طبعا كما ذكر الأستاذ أحمد أصلان، يعني العراق لها تاريخ يعني فيما يتعلق بهذا الانتهاك، ومثلا فيما يتعلق بعدد الحالات على مستوى فريق العمل لاختفاء القسري، اللي هو الآلية التي سبقت يعني لجنة الاختفاء القسري قبل مصادقة العراق في 2010 على الاتفاقية الدولية. عدد الحالات هو أعلى عدد في العالم، يعني هناك قريب أظن 12,000 حالة التي تم تقديمها على مستوى فريق العمل من طرف بعض المنظمات الدولية. والشيء اللي لاحظناه يعني نحن كمنظمة هو أن لما كان نظام صدام حسين يعني قائم، الكثير من المنظمات الغربية كانت تشجع يعني هذا النوع من النشاط ورفع القضايا ضد النظام السابق، يعني نظام. ولكن مع الأسف الشيء اللي لاحظناه هو بعد يعني المصادقة للعراق بالاتفاقية الدولية، هذه المنظمات لا أذكر اسمها ولكن معروفة يعني على المستوى الدولي لم تنشط ولا تقدم ولا حالة واحدة على مستوى اللجنة التي أسست بموجب الاتفاقية. يعني وبالتالي لما نتكلم على دور المنظمات الدولية في ملف الاختفاء القسري في العراق، لابد أن نذكر يعني هذه الحقيقة. في الواقع عدد الحالات اللي تم تقديمها من طرف المنظمات يعني هو عدد بسيط، يعني لحد الآن أظن أن هناك يعني 300 أو 400 حالة التي تم تقديمها على مستوى لجنة باختفاء القسري للأمم المتحدة. ومن بين هذه الحالات يعني الكرامة كانت المنظمة الأولى التي بدأت في هذا النشاط برفع تقرير يعني عدد الحالات التي قدمناها منذ 2012، هو أظن يعني في حدود 170 أو 180 حالة الآن، من بين ربما 400 حالة مطروحة حاليا أمام هذه اللجنة. الشيء اللي لاحظناه طبعا هو أن ليس هناك أي حالة تم تقديمها من طرف هذه المنظمات الدولية الغربية، نركز على هذا يعني. بينما فعلا سواء Human Rights Watch أو أمنيستي أو الفيدرالية الدولية يعني في تقاريرها السنوية يعني تذكر
هذا النوع من الانتهاك في العراق ودور يعني الميليشيات في هذه الجريمة الدولية، ولكن مع الأسف لا تشارك في الأهم الجانب النشاط الأهم في هذه في هذا المجال، هو التحريك هو يعني رفع القضايا على المستوى الدولي أمام اللجنة. لماذا؟ لأن هذا النشاط هو اللي يساهم في توقيف هذا النوع من الجرائم. الشيء اللي لاحظناه يعني تاريخيا هو أن لما المنظمات تشتغل وتستعمل هذه الآليات الموجودة على المستوى الدولي، الحكومات يعني توقف أو تنقص يعني على الأقل من هذا النوع من الجرائم. وفعلا لاحظناه مع العراق، يعني يبدو حاليا أن هذا النوع من الجريمة يعني نقصد كثير بالمقارنة للسنوات الأولى. بعد المصادقة ونفتح قوس، يعني نحن كمنظمات يعني تفاجأنا بمصادقة العراق على اتفاقية الاختفاء القسري. في الوقت يعني التي كانت الحكومة والقوات يعني الموالية لها من الميليشيات تمارس هذه الجريمة يعني بالجملة، يعني الكل على مستوى الأمم المتحدة يعني تفاجأت بالمسابقة للعراق لهذه الاتفاقية الدولية. ولحد الآن أنا أتساءل كيف يعني العراق صدقت على هذه الاتفاقية الدولية، وأنا أظن أن العراق ما كانت تنتظر أن المجتمع المدني في العراق راح يستعمل هذه الآليات الدولية يعني ضدها، ضد الحكومة في الحقيقة. على كل يعني أعطونا فرصة باش نشتغل في هذا المجال. أنا ذكرت يعني دور هذه المنظمات الدولية الغربية، يعني بالنسبة هما في الحقيقة أعطونا درس، يعني والدرس اللي أعطونا هذه المنظمات هو أن المجتمع ما نقدر نتعول على المجتمع الدولي ولا على هذه المنظمات من أجل يعني بلاد المسلمين. يعني هذه المنظمات يعني فعلا في تقاريرها يعني راهي تقاريرها يعني تذكر حقيقة، يعني ما فيه شك ان يعني تعترف بالحجم الانتهاكات، ولكن ما الشيء اللي لاحظناه هو ان في الحقيقه ما يشاركوا في كل ما يتعلق بوقف هذه الانتهاكات. يعني الطريقه الوحيده لتوقيفها هو في الواقع هو استعمال هذه الفرص، هذه الاليات يعني للضغط على الحكومات من أجل يعني التوقيف. إذن نتكلم على التحديات التي تواجه عمل المنظمات الدولية الفاعلة في العراق. يعني التحديات طبعا هي متابعة هذه الملفات بجدية، يعني بطبيعة الحال نحن الآن نفضل أن نشتغل على عدد محدود من الحالات. لماذا؟ لأن يعني لا يكفي فقط تقديم حالات إلى اللجنة، ولكن الأهم والمهم المهم والأهم هو متابعة هذه الحالة. يعني على فيما يتعلق بالقضايا في الشكاوي إلى اللجنة، يعني هذه تتطلب يعني متابعة دائمة في هذه الحالات. لماذا؟ لأن لما تقدم أي حالة إلى اللجنة كما تعلمون هذه الحالة ترسل إلى الحكومة،
الحكومة مطالبة بالرد وتوضيح وتنوير يعني اللجنة بهذه الحالة. الرد يعني أن الحكومة لابد أن تقوم يعني أولا بالاعتراف بهذه الحالة، ثم تأتي بمعلومات فيما يتعلق هذه الحالة، ثم رد الحكومة يرسل إلى المنظمة، إلى الجهة التي قدمت الشكوى، وتطلب منها التعليق والرد على توضيح الحكومة. وهناك أخذ ورد دائم بين الحكومة العراقية، الحكومة المعنية، ومصدر المعلومة، سواء كانت منظمة حقوق إنسان أو عائلة الشخص يعني المفقود التي عنده حق، عندها حق كذلك أن ترفع الشكوى، أو محامي الضحية يعني الجهة التي أرسلت يعني الشكوى، هي لابد أن تتابع هذه القضية يعني دائما. نحن لنا الآن بعض الحالات التي قدمناها في سنة 2012، ونحن دائما في أخذ ورد مع الحكومة العراقية في هذه الحالات. يعني طبعا أغلب الحالات الحكومة العراقية لا تعترف بها، هناك إنكار لأغلبية الحالات يعني على الاختفاء. يعني أغلب الحالات اللي قدمناها يعني الحكومة لا تعترف بالاختفاء، أو يعني ترد على اللجنة على أساس أن الشخص المعني يعني كان يعني موضوع بحث والتحق بالجماعات الإرهابية، أو أن يعني الشخص المعني كان في السجن فعلا، ولكن بعد ما خرج من السجن يعني اختفى يعني بإرادة محضة. ولكن بطبيعة الحال هذه الردود الحكومية لا تقتنع بها يعني اللجنة، والحالة تبقى مفتوحة لدى اللجنة يعني ما دامت الحكومة ما اعترفت بأنها مسؤولة على هذه الحالة. طبعا لما تقدم حالة لابد أن تكون موثقة بطريقة مهنية، هذا أمر مهم جدا. يعني ما يعني يعني موثقة بطريقة مهنية، لابد أن يعني كل المعلومات المتعلقة بالضحية تكون يعني واضحة، يعني وبالتالي أن نقدم يعني بطاقة تعريف، كل المعلومات الخاصة بالشخص، كذلك يعني التواريخ الوقت الذي تم يعني اختطاف أو اعتقال أو توقيف الضحية، كذلك يعني وجود شهود يعني اللي ممكن تقدموا حتى أسماءهم للجنة لتثبت أن فعلا الاختطاف أو الاعتقال أو التوقيف كان من قوات حكومية أو من ميليشيات موادية للحكومة مثل الحشد. يعني لابد أن تكون القضية موثوقة، يعني يتم توثيقها بمهنية، هذا شيء مهم جدا يعني، وهذا ليعطي المصداقية للمنظمات التي تريد تشتغل في مجال هذا الاختفاء القسري. يعني لماذا هذا النشاط؟ لماذا هذا النوع من العمل؟ هو في الحقيقة ليبقى الملف مفتوح للتاريخ،
لأن هذه الجرائم يعني بطبيعة الحال ما فيها تقدم في الوقت يعني. واليوم نعلم أن الحكومة العراقية بينت أنها ما عندها إرادة من أجل تعالج فعلا هذه الجريمة بطريقة يعني بحسن النية يعني. يبدو لحد الآن، وهذا يعني ما لاحظته اللجنة وكذلك لجنة حقوق الإنسان وحتى لجنة مناهضة التعذيب، يعني كل اللجان الأممية وكل الآليات الدولية اليوم يعني مقتنعة أن العراق، الحكومة العراقية الحالية ما عندها إرادة يعني من أجل تعالج هذه الجرائم يعني بحسن النية، وأن هناك نقدر حتى نقول أن هناك تواطؤ يعني بين الحكومة الرسمية والقوات التي ارتكبت وفي بعض الحالات ما زالت ترتكب هذا النوع من الجرائم. ولكن يعني التاريخ ما راح يتوقف إلى 2020 أو 2022، وتوثيق هذه الحالات مهم جدا حتى للتاريخ وحتى للمستقبل. يعني بطبيعة الحال العراق لحد الآن ما صدقت على الاتفاقية الدولية، على نظام روما، ما يسمى بنظام روما للمحكمة الجنايات الدولية، ولكن ربما في المستقبل في حالة ما إذا تصادق على هذه الاتفاقية الدولية يمكن أن نرفع الموضوع على المستوى يعني المحكمة الجنايات الدولية. طبعا هذه جريمة دولية، الاختفاء القسري وجريمة ضد الإنسانية، ولكن مع الأسف لحد الآن ما نقدر يعني نلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية، بما أن الحكومة العراقية ما زال ما صدقت على هذه الاتفاقية. ولكن كذلك هذا النشاط مهم لأن نستغل للمستقبل، يعني لابد أن نوثق يعني ما وقع يعني الآن في العراق، وحتى ولو عدد الحالات يعني لحد الآن في المقارنة بحجم الجريمة التي وقعت في العراق يعني عدد الحالات قليل جدا. ليش؟ لأن يعني صعوبة توثيق الحالات، طبعا خوف العائلات، عدم توفر لكل المعلومات، يعني الكل يعلم أن العدد الحقيقي لهذه الضحايا لا علاقة له مع العدد القضايا التي تم تقديمها إلى الآليات الدولية. إذا لحد الآن يعني علاقتنا مع اللجنة الأممية للاختفاء القسري يعني يبدو أن الخبراء المعنيين يعني المكونين لهذه اللجنة بفضل هذا النشاط اللي قامت به المنظمات اللي اشتغلت في موضوع الاختفاء القسري، الآن هذه اللجنة عندها قناعة راسخة أن الحكومة العراقية لحد الآن ليس لها يعني حسن النية للتعامل مع المجتمع الدولي يعني بجدية. هذا ما يعني، هذا يعني أن كل الحالات التي تم تقديمها لحد الآن ما زالت حالات مفتوحة. يعني في حالة ما إذا الحكومة العراقية ما تقومش بتنفيذ كل التوصيات التي يعني أصدرها الخبراء في هذه الحالة، وفي حالة مثلا عدم فتح تحقيقات جدية، في عدم متابعة يعني المرتكب هذه الجرائم،
يعني في هذه الحالة يعني تبقى العراق يعني موضوع يعني تحت مراقبة دقيقة لهذه اللجنة، وفي الحقيقة من طرف كل المجتمع الدولي، لأن موضوع الاختفاء القسري يعني مو فقط يعني لجنة الاختفاء القسري المعنية به، ولكن كل لجان الأمم المتحدة يعني اللي تشتغل في يعني معنية بحقوق الإنسان، مثل لجنة حقوق الإنسان، لجنة مناهضة التعذيب، كذلك في إطار لجنة حقوق الإنسان يعني يمكن طرح الموضوع على مستوى مجلس حقوق الإنسان في إطار اليو بي آر، يعني المراجعة الشاملة الدورية من طرف مجلس حقوق الإنسان. هناك حتى على مستوى يعني في إمكانية لطرح هذا الموضوع حتى على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة في بعض الحالات، يعني مثلا في حالة ما إذا هناك عمليات انتقامية ضد العائلات أو ضد المحامين أو ضد المنظمات الغير الحكومية، يمكن رفع شكوى حتى على مستوى يعني آلية موجودة في يعني لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك يعني هناك أجوان العربية، يعني الأمين، هناك أمين عام مساعد للأمين العام للأمم المتحدة مختص بهذه القضايا، وممكن لأي يعني منظمة غير حكومية في حالة ما إذا هناك يعني عملية انتقامية ضد الأشخاص الذين يشتغلون في هذا المجال، يمكن أن ترفع شكوى على مستوى هذا الأمين العام المساعد، وطرح الموضوع علنا على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذا هناك العديد من الآليات الدولية اللي يمكن استعمالها يعني على المستوى الدولي من أجل الضغط على الحكومة العراقية بتحسين الأوضاع، أوضاع حقوق الإنسان في البلد، ويعني متابعة فتح تحقيقات ومتابعة يعني الجهات التي ترتكب هذا النوع من الجرائم. ونكتفي بهذا الحد، وأشكركم. شكرا للأستاذ المحامي رشيد مصلي، مدير منظمة الكرامة لحقوق الإنسان ومقرها جنيف، على هذه الورقة. قبل الختام ولتسليط الضوء على هذه الندوة، يتفضل الدكتور أيمن العاني، مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين، بمداخلة وتعقيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أقدم الشكر الجزيل للضيفين الكريمين على ما قدموا من معلومات مهمة الحقيقة، والمحطات التي تنقلوا فيها والمحطات التي توقفوا عندها وبينوا ماهيتها في موضوع الاختفاء القسري. فأكرر شكري وامتناني للضيفين الكريمين. وبمتابعة الكلام الكثير الحقيقة المهم الذي نلاحظ أمور مهمة في ملف الاختفاء القسري، وهو العمل على بقاء هذا الملف مفتوحا، ويبقى هذا الملف على الطاولة كما يقول الإعلاميون، لأن هذا الأمر هو الأمر الوحيد المتاح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية التي تعمل على الحقيقة بتفاني وبنكران ذات، وفي الكثير من التضحيات المصاحبة لهذا العمل، في لا سيما
في القضية العراقية، ويتحدث الأستاذ رشيد أنه يستغرب من عدم من مصادقة الحكومة على الاتفاقية. لعلمها المسبق أستاذ رشيد وللحاضرين جميعا، لعلمها المسبق بأنه لا مجتمع مدني حقيقي ولا ظروف محيطة بهذا المجتمع تسمح له بأن يقوم بدوره المهم والجوهري في حيال هذا الأمر. بالمقارنة أيضا نرى جميع المؤشرات، وهذا غير مستغرب منه، جميع ما تم طرحه غير مستغرب منه، لأنه الاختفاء القسري، الجهة المعتدية والجهة المتهمة والجهة المنفذة هي جهة السلطة أو من ينوب عنها أو من يعمل بترخيص منها، فشح المعلومات، الظروف والتحديات الكثيرة التي تحيط مسألة توثيق الحالات، قلة الحالات، الأمور الأخرى المصاحبة للعمل في هذا المجال، هذا الأمر الحقيقة غير مستغرب، لأنه الجهة المرتكبة هي الجهة الحكومية. لكن العتب الشديد على المنظمات الغربية التي يعني تدعي هنا في هذا الملف دفاعها عن حقوق الإنسان، وهي تقوم بالدبل ستاندر، هذا يعني النفاق الحقوقي أو النفاق المهني، لأنه تثير الموضوع إذا كان الأمر متعلق بفلان من الناس، وتتغاضى عن الموضوع إذا كان الأمر يراد منه التسويق والتبرير والتمرير لبعض الجهات السياسية. فهذا الأمر طبعا يتنافى مع الأخلاق، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإنسانية، مبادئ الإنسانية، هذا كله يتنافى معه. ويعني عذرا على الإطالة، أختم هنا بتتبع مسار لقضية الحقيقة يعني مشهورة جدا، وهي قضية المختفين القسريين من أبناء الصقلاوية أو من أبناء محافظة الأنبار. فهنا حدثت حالات الاختفاء القسري بوتيرة متصاعدة بين عامي 2014 و2016. في 2018 شكلت الحكومة بالتعاون مع مجلس القضاء لجنتي تقصي حقائق بشأن الموضوع. في 2020، نهاية 2020، اعتبرت الحكومة عددا من المختفين قسريا شهداء. هذا يعني ماذا يعني هذا الأمر؟ لكن مع الأسف الشديد، حتى بعد اعتبارهم تظل الطائفية حاضرة في هذا الملف، ولم يتم تعويض أي شخص تم الاعتراف به أو احتسابه شهيدا، لا هو ولا لذويه ولا لعائلته حتى اليوم. فلكم أن تتصوروا الحقيقة العدالة المؤجلة في العراق في ظل حكومات احتلال متعاقبة مارقة، لا تلتزم بقانون ولا تفي بتعهد ولا تقوم بأي مقام يدلل على حصولها أو اكتسابها للأولويات الوطنية، ومنها طبعا حماية الأشخاص من جميع الأشكال الاختفاء القسري. عذرا على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور الكرام، المشاهدون الأعزاء، في ختام هذه الندوة المخصصة في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، والتي أقامها قسم حقوق الإنسان بهيئة علماء المسلمين في العراق، نشكر لكم حضوركم وحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.